مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة مع نجم جديد منورني النهاردة، كابتن حسن الشامي. برحب بيك يا كابتن، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. يعني هنتكلم كتير في حاجات كتير، بس الأول خليني كده أعرف منك، شايف المنافسة إزاي الموسم ده؟ طبعا برحب بيكم وبقناة النادي الأهلي، مشرفينا ومنورينا، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. يعني طبعا المنافسه الموسم ده صعبه جدا وشرسه جدا من بدايه سيزون، واحنا مدركين ده بشكل كويس، لكن احنا اتحطينا في ظروف من السيزون اللي فات للسيزون ده مش كويسه. تغيير جهاز فني جديد جالنا، وانت عارفه كل جهاز فني بيبقى ليه شغل خاص بيه ومدارس مختلفه. فعلى ما نستوعب شغل الكابتن عوده اخذنا وقت شويه، لكن ان شاء الله عندنا لعيبه كبيره ولعيبه ليها اسامي كويسه جدا، نفس الجيل الموجود ده ونفس المجموعة الموجودة أو عدد أكبر منها. قدرنا نحصل على مركز خامس قبل كده، وقدرنا نلعب في أفريقيا ووصلنا مركز رابع ولعبنا في الكونفدرالية. فأنا عندي ثقة إن شاء الله في ربنا سبحانه وتعالى وفي اللعيبة اللي موجودة وفي إدارة النادي. كل الأدوات الموجودة تقدر تطمننا إن إحنا إن شاء الله نقدر نمشي بشكل كويس بإذن الله. لسه الدوري طويل واللي نفسه أطول هو اللي هيقدر يحقق الهدف اللي هو بيتمناه. يعني أنت شايف إن المقاولين السنة دي ممكن تحقق حاجة؟ مش هقول لك ان احنا نحقق حاجه معينه، لكن انت دلوقتي في المراكز متاخره جدا من الجدول، انت ثالث فريق من تحت. فكل الهدف دلوقتي وكل الشغل وكل التركيز ان انت تخرج من المكان اللي انت فيه وتحسن ترتيبك في الجدول. فده اللي احنا بنسعى ليه وده اللي احنا بنهدف ليه الفتره الجايه ان شاء الله.